هذه المشاريع التي تعمل إضافة نوعية وتوجيهها للمحافظة سياحيا، بالإضافة إلى كونها محافظة مميزة على مستوى التعليم ومستوى الاقتصاد. نتمنى أن يكون هناك دائما رواج لهذه المحافظة والمحافظ على سمعتها وإشعاعها على مستوى الوطن. نرحب أيضا بكل الإخوان المواطنين اللي حضروا معنا اليوم هذا الاحتفال، وأيضا لا ننسى نشكر من قاموا على هذا المشروع من مهندسين وموظفين وفنيين في هذا، وعلى رأسهم المهندس يوسف والمهندس محمد الدنا، كل التحية لهم على هذا الإنجاز الرائع. وإن شاء الله نكون نتمنى لصاحب هذا المشروع التوفيق والنجاح في عمله.